السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة لو أول مرة تزورنا في القناة لا تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب. أعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متابعينا الكرام معكم محمد نور الدين خلينا نتكلم عن مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني متابعينا الكرام الجولة السابعة عشر تبدأ بإذن الله تعالى غدا السبت 2 يناير 2021 عندنا اربع مباريات في اليوم دوت طبعا الفيديو هيكون بتوقيت مصر كالعاده وتوقيت مصر هو هو توقيت ليبيا والسودان وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا لو عايز توقيت مكه المكرمه والسعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق من فضلك زود ساعه على توقيت الفيديو كمثال يعني مباراه فيا ريال امام ليفانتا هيكون معادها الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر والدول الاخرى هيكون معادها الساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت مكه المكرمه والدول الاخرى اللي معاها لو عايز توقيت الامارات وعمان من فضلك زود ساعتين فالساعه 3 عصرا هيكون الساعه 5 مساء لو عايز توقيت تونس الجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعه فالساعه 3 عصرا هتكون الساعه 2 ظهرا او مساء لو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل ساعتين فالساعه 3 عصرا هتكون الساعه 1 ظهرا او مساء متابعينا الكرام يوم السبت 2 يناير 2020 عندنا اربع مباريات فيا ريال امام ليفانتي المباراه ميعادها الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 3 او 3 ريال بيتيس هتلعب امام اشبيليه الساعه 5 وربع مساء بتوقيت مصر والقنوات الناقله بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 3 معلق المباراه سوار الذهب ثم ختافي هيلعب امام بلد الوليد الساعه 7 ونص مساء بتوقيت مصر القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3 او 3 ثم ريال مدريد هيلعب امام سيلتا فيجو المباراه هتعد الساعه 10 مساء بتوقيت مصر الساعه 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه والقنوات الناقله بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 3 ومعلق المباراه خليل البلوشي بالنسبة لمباريات يوم الأحد 3 يناير 2020 أتلتيك بيلباو هيلعب أمام إليتشي الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر القناة الناقلة قناة بين سبورتس اتش دي 3 أو 3 ثم ديبورتيفو ألافيز هيلعب أمام أتلتيكو مدريد في مباراة قوية معادها الساعة 5 وربع مساء بتوقيت مصر الساعة 6 وربع مساء بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3 ومعلق المباراة أحمد البلوشي ثم ريال سوسيداد هيلعب أمام أوساسونا الساعة 7 ونص مساء بتوقيت مصر القناه الناقله لهذه المباراه قناه بين سبورتس اتش دي 3 او 3 في نفس التوقيت ايبار هيستضيف غرناطه ايضا 7:30 مساء بتوقيت مصر القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 5 او 5 ثم هويسكا هيستضيف برشلونه في مباراه قويه ميعادها الساعه 10 مساء 10 مساء بتوقيت مصر الساعه 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه مباراه برشلونه امام هويسكا ستذاع على قناه بين سبورتس اتش دي 1 او 1 وبين سبورتس اتش دي 3 او 3 ومعلق المباراه المتالق عصام الشوالي اخر مباريات الجوله ال17 مباراه فالنسيا امام قادش ودي ميعادها يوم الاثنين 4 يناير 2020 مباراه واحده فقط وهيكون معادها الساعه 10 مساء بتوقيت مصر والقناه نقلها قناه بي ان سبورتس اتش دي 3 تابع الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر الخلاصة قدمنا لكم مواعيد مباريات الجوله ال17 من الدوري الاسباني اشترك في القناه فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته